لمسة من جديد على الرواق الأيمن، هنا محاولة المرور لكن تخلص الكرة يأتي من صاحب هدف المباراة لمصلحة نادي دبي. هنا يا سلام، الله الرسمية لمصلحة نادي العين. ياسر القحطاني يسجل الآن بعد تسديدة قوية، صاروخ مرة من هنا لمصلحة فارس جمعة، حاول فيه جمال عبد الله لكن المتابعة من القناص من الكاسر. ياسر هنا يتدخل في هذه اللقطة ويقولها وين دش المرمى، هدف أول لمصلحة نادي العين ولمصلحة ياسر القحطاني. تبديل لمصلحة نادي العين الآن بعد هدف المباراة الثاني لمصلحة ياسر القحطاني. العين يتقدم في هذه اللقطة عن طريق الكاسر ياسر القحطاني، يسجل ثاني أهداف السعيد في هذه المباراة.